بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لبناتنا ولأبنائنا من طلبة المدارس بدء العام الدراسي الجديد عام 2024-2025، عام دراسي مبارك وموفق إن شاء الله. نتمنى لجميع بناتنا وأبنائنا هذا العام الدراسي كان مميزا للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، حيث يتقاضى أبنائهم المنحة الطلابية، وصل عدد الذين يستلمون هذه المنحة إلى 2,300,000 طالب ما بين طلبة الابتدائية وطلبة المتوسطة الذين يستلمون المنحة السنوية من وزارة التربية. هذا إنجاز كبير ودعم كبير يحقق لهذه الشريحة. سنستمر بدعمكم، سنستمر بالوقوف معكم. السيد رئيس الوزراء بدعمه المباشر لهذه الشريحة وبمتابعته المتواصلة ستستمر إطلاق المعونة الشهرية لطلبتنا ولأبنائنا ولأحبائنا من أبناء الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية. كذلك سجل لدينا تسرب ما يقارب 15,000 طالب من الدراسة، لذلك سنطلق حملة بحث اجتماعي لمتابعة المتسربين من أجل إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وكل من لا يعود إلى مقاعد الدراسة بالتأكيد ستقطع المنحة الدراسية الممنوحة له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.